أهلا بكم في درس جديد من دورة تطبيق لغة الإشارة، وذلك باستخدام التعلم العميق Deep Learning بواسطة الذكاء الصناعي Artificial Intelligence. قمنا في الدرس الماضي ببناء الموديول الذي سوف نقوم بالتدريب على أساسه، وهو CNN Convolutional Neural Network، ويمتلك هذه الخصائص وهذه Layers. والآن سوف نسعى القيام بتدريبه على هذه الداتا التي قمنا بجلبها، ولكن أولا علينا هنا القيام بتصحيح الخطأ، فيجب علينا القيام بجلب التستنج داتا نسبة إلى هذه الباتش بهذا الشكل. إذا قمنا بجلب هذه المكتبة هكذا تمام، ونقوم بعرضها على هذا الأساس، جيد جدا. الآن بعد القيام بتوليد هذا الموديول بهذا الشكل، سوف نسعى القيام بتدريبه. فأولا دعني أقوم مثلا بإنشاء هنا Training CNN Module بهذا الشكل، ونقوم هنا بتحويلها إلى Markdown تمام. الخطوة الأولى نقوم بجلب الأوبتمايزر، ولدينا أنواع منها كما آدم Adaptive Moment Estimation أو مثلا Stochastic Gradient Descent، وكلاهما يعمل بكفاءة عالية. أنا أقوم بجلبهما، وهنا سوف نقول مثلا From TensorFlow Keras Optimizer Import لآدم وأيضا Stochastic Gradient Descent بهذا الشكل تمام. من ثم سوف نقول هنا الخطوة الأولى نقول نسبة لهذا الموديول كومبايل، وهنا نقول اوبتمايزر هذا، وهنا نقوم مثلا بتعيين learning rate، نقول learning rate نسبة التعلم مثلا 0.1 بالألف، وبعدها نقوم بتعيين losses يساوي categorical cross entropy مثلا، وبالنسبة للماتريكسز التي سوف نقوم بالتعامل معها لتكون مثلا accuracy بهذا الشكل. لنرى، فنرى هنا كيف تم ذلك دون مشاكل. ممتاز. هنا إما نقوم بالتدريب بشكل مباشر، أو نقوم مثلا بتعيين flags ومؤشرات ومعلمات تساعدني في التحسين على التدريب من خلال التعديل على هذه learning rate، ونقوم بجعلها ديناميكية بدل القيام هنا باستخدام هذه القيمة الثابتة، ونقوم أيضا بتحسس ماذا كان هناك تعديل على مستوى التعليم، فنقوم مثلا بالتوقف في حال لم يكن هناك تعديلات على التعليم. لنقوم أولا بالتدريب، فنقول مثلا Shift Enter. إذا أردنا مثلا القيام بالتجريب، فنقول هنا Module Fit، وهنا نقوم باستخدام Training Data، ومن ثم بالنسبة للإيبوكس إعادة مرات التدريب لنقول 10، وبعدها Validation Data نجي القيام بالاختبار Test Data Batches. لنرى، فنرى هنا كيف يقوم بالتدريب بهذا الشكل. وفي حال مثلا كما قلنا كانت الأكوريسي عالية جدا وأصبحت 100% ولن يكون هناك مزيد من التدريب، فأستطيع القيام بتعيين معلمات يقوم بتحسس هذه الأرقام وهذه النسب، وعلى أساسها مثلا نستطيع القيام بالتوقف نسبة لتحليل هذه الأرقام وهذه النسب. وأستطيع مثلا القيام هنا باستخدام أنماط مختلفة من Optimizer، بدل القيام باستخدام آدم أستطيع مثلا القيام بالقول Stochastic Gradient Descent بهذا الشكل، وأيضا سوف نرى كيف أنها تعمل دون إشكالية تمام. فإذا قلنا مثلا بالتدريب مرة ثانية، فنرى هنا كيف الأكيوريسي هي 100% أو قريبة منها، وفي حال مثلا الأوفرفيتينج فكان التدريب هو زيادة عن اللزوم، فنرى أيضا كيف لدينا تناقص من ناحية الأكيوريسي. لذلك دعني هنا أقوم بالتوقف، ونقوم بوضع هذه الفلاجز التي تحدثنا عنها للتحسين من عملية التدريب. فنقول هنا مثلا From Keras Fallbacks Port، وذلك Reduce Learning Rate On Plateau، وأيضا Early Stopping بهذا الشكل. وهنا سوف نقول مثلا بعد القيام بوضع الأوبتمايزر، نقول هنا مثلا Reduce Learning Rate يساوي Reduce On Plateau، وهنا نقوم بوضع البرمترات مثلا Monitor، وذلك على قيمة معينة من هذه الماتريكسز. فمثلا سوف نقوم بتحسس Validation Losses، هي قيم الخسارة على Validation والديتا الخاصة بالتستين، وإذا نقوم بوضع Factor وهي القيمة التي سوف نقوم بالتعديل على Training Rate. إذا قلنا 0.2 ففي كل مرة نقوم بالتعديل نقوم بضرب هذه القيمة الافتراضية بهذه القيمة،
وأيضا سوف نقول مثلا patience، والتي من خلالها نقوم مثلا بتجريب عدد من الأبوكس دون القيام بالتعديل، وهنا نقوم بالانتظار والصبر لنقول مثلا واحد. وبعدها بالنسبة لقيمة المينيمو الخاصة بالليرنينج ريت لتكون مثلا 0.5 بالعشرة آلاف بهذا الشكل. وأيضا نستطيع مثلا القيام بوضع معبر به عن early stop، وهنا نقوم بوضع المونيتور وأيضا المينيمو الخاص بالدلتا، وهي أن نقوم بتحسس مقدار التغير، وهنا سوف نقول صفر، أي أي تغير سوف نأخذه بعين الاعتبار. وبالنسبة للبيشنس أيضا واحد لا مشكلة. وبالنسبة للمود إما أن نقوم بوضعه مين أو ماكس نسبة للزيادة أو النقصان في هذه القيم، أو أن نقول مثلا أوتو. وأخيرا بالنسبة لفيربو من أجل القيام بعرض هذه القيم، إما أن تكون صفر سايلنت لا نقوم بعرض أي قيم، أو تكون واحد ونقوم بطباعة رسائل معينة، سوف أقوم بجعلها صفر. يعني أكثر طبعا هذه reduce learning rate on plateau. تمام، من ثم عند الاستدعاء سوف نقول هنا أن يقوم بالتحديث بالنسبة لهذا الموديل، فنقوم بإنشاء موديل جديد، وهنا نقوم بالتدريب بعد القيام باستدعاء callbacks على هذه reduce learning rate وأيضا early stop بهذا الشكل. ونستطيع القيام باستخدام أنماط مختلفة من الأوبتمايزر والمحسنات كما قلنا، إما Stochastic Gradient Descent أو Adaptive Moment Estimation. لنرى، فنقوم هنا بالتدريب وعند الوصول إلى حالة ثبات ولا يكون هناك تغير في الأداء، فنقوم بالتوقف. تمام، فكما نرى حصلنا على هذه النتائج العالية من ناحية الأكيرسي والقيم القريبة من الصفر من ناحية اللوسز، جيد جدا. فإذا قلنا مثلا قم هنا على سبيل المثال بالاختبار، فأردنا القيام بإنشاء مربع جديد هكذا، وقلنا هنا testing وهنا مثلا أردنا القيام بجبر السكورز، وذلك من خلال استخدام هذا الموجود evaluate، وذلك على images الخاصة بالtesting وأيضا labels test، وأخيرا نقول هنا verbose يساوي الصفر بهذا الشكل. فإذا أردنا القيام بالاستعلام عن هذه القيم سوف يقوم بإعطاء الأكيرسي وأيضا اللوسز، فهذه الأكيرسي 100% واللوسز قريبة من الصفر مرفوع الأس السالب. فإذا قلنا مثلا قم بطباعتها بصيغة مناسبة فقلنا print مثلا، فإذا أردنا القيام بجلب المسميات المعبر عنها فقلنا هنا mojo matrixes names، يعني أقوم بتعليق هذه مؤقتا. سنرى كيف لدينا اللوسز والأكيرسي، فسوف نقول على سبيل المثال قم هنا بجبر القيمة الأولية هكذا صفر، والتي تساوي هذه القيمة الخاصة بالسكور الأولية. وبعدها بشكل مشابه نقوم هنا بذكر القيمة الثانية بعد القيام بضربها بمئة بهذا الشكل. تمام، فهنا إذا أردنا مثلا القيام بالاختصار فسوف نقول مثلا رام من نمبي طبعا، وهنا سوف نقوم بتعيين الخانة بعد الفاصلة العشرية لتكون 5، فنراها بهذا الشكل. إذا قلنا مثلا نعم فسوف نرى كيف القيمة مساوية للصفر. إذا بهذا الشكل استطعنا القيام بالتدريب وحصلنا على هذه النتائج العالية، وذلك لأن الداتا التي قمنا باستخدامها جيدة جدا وكافية من أجل القيام بالتمييز بين هذه الكلاسز والتدريب على أساسها، وتعلمنا مختلف الطرق للقيام بالتدريب سواء من ناحية القيام باستخدام الأوبتمايزر أو من ناحية القيام باستخدام هذه الفلاكس وهذه المعلمات المساعدة في جعل الليرنينج ريت ديناميكية، وأستطيع القيام بالتعديل عليها، وأيضا من ناحية القيام بالتوقف في حال لم يكن هناك تحسن على الأداء. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.